مصر غالب صوت ولادي كلمة الحق في بلادي هم دول سر التحدي هم دول ظهرة جهادي هم دول هم الشباب. أهلا وسهلا بكل مشاهدي تلفزيون الحياة وبرنامج اكتشاف الأصوات المصرية الجديد برنامج صوت الحياة. تابعنا مع بعض حلقات الاختبار واللي تقدم فيها آلاف الأصوات المصرية واللي نقتها لجنة الحكم لأنهم قدموا أفضل ما عندهم. تفضل يا أستاذ. الأصوات اللي نجحت في مرحلة الاختبار وعدت مرحلة الحفرة هي الأصوات اللي معانا في المرحلة اللي قبل النهائي مرحلة ورش العمل. وعلشان يشاركوا في مرحلة ورش العمل لازم المشتركين كلهم يسيبوا بيوتهم ويسافروا لحتة بعيدة احنا مسمينها معسكر صوت الحياة علشان التصفية بقت بجد. وقت الهزار خلص، وقت الضحك واللعب خلص، وابتدينا المشوار الحقيقي في برنامج صوت الحياة. كل ما الأصوات بتحلو كل ما المنافسة بتشتد أكتر وأكتر وأكتر. مرحلة ورش العمل فيها أصوات كتيرة جدا حلوة، لكن التصفيات لازم تخلي 18 صوت فقط يوصلوا للمرحلة النهائية إن شاء الله بعد ورش العمل. الأصوات اللي هتغادرنا أو هتمشي من هنا هنزعل عليها، هنتضايق عليها، لكن في الآخر هي دي طبيعة برنامج صوت الحياة. واحد بس لا يحمل اللقب برنامج صوت الحياة. هم المشتركين وصلوا معسكر ورشة العمل، كلهم شايلين شنطهم، عندهم أمل بالنجاح وأكيد قلقانين من السقوط. احنا فضلنا يعني جايبين الشنط معانا عشان اللي يسقط هيرجع البيت. المنافسة صعبة بجد، في ناس كتير قوي كويسة قوي، لمينا شنطنا وجايين اللي طبعا محدش عارف اللي هيعمل ايه. الموضوع بقى أصعب كمان، يعني كل ما العدد يقل المنافسة بقى أصعب. في ضغط النهاردة إن مش عارفين إيه اللي هيحصل، مين هيكسب، مين هيقعد، مين ربنا هيكرمه، مين ربنا مش هيوفقه، لسه مش عارفين. حس إن أنا بترعش، مش قادر أخد نفس، ربنا يستر. كل واحد خلاص في خطر، يعني هو ممكن يطلع في أي وقت. معظمنا ممكن يروحوا في الاختبار ده يعني. الكل صاحي من بدري ووضى بالشنط بتاعته، في اللي معرفش ينام طول الليل من كتر القلق، وفي اللي معرفش يفطر حتى كمان من كتر الخوف. يا ترى ايه اللي مستنيهم وهيواجهوا ايه بالظبط؟ عشان تعرفوا مفيش لا اهل ولا اصحاب ولا قرايب يدوهم معنويات، كل واحد هنا براسه ولوحده، محدش عارف ايه اللي مستنيه وهيواجه ايه وازاي بالظبط في ورش العمل. انا عارف هما ما يعرفوش واكيد مش بحسدهم على المهمه دي، لكن كل اللي اقدر اقوله انه اليومين دول المشتركين هيكونوا عايشين وقاعدين على اعصابهم، ما بين تمارين، مواعيد، انضباط واختبارات صعبه جدا وستريس، يعني من الاخر كانهم في معسكر تدريب. وربنا يستر. جود لك يا جماعه. كل جروب هياخد ظرف فيه الاغنيه بتاعته، هتقسموها بينكم وبين بعض،
وفيها اللون بتاعكم، وانتوا كل اللي عليكم تعملوه انكم تنقوا اسم الفرقه بتاعتكم وتوزعوا طبعا الاغنيه بينكم وبين بعض. فهبتدي اوزع على الفرق واحد واحد، طبعا ما حدش عارف الاغنيه اللي هتجيله ايه. ربنا يسر وجود لك. ال 55 مشترك تقسموا ل 11 فرقه من 5 مشتركين، كل فريق هيتمرن على اغنيه مختلفه ويؤديها قدام لجنه الحكم اللي هتختار مباشره مين اللي هيفضل ومين اللي هيغادر من كل فريق. الموضوع كله ان هو جاي في وقت ضيق، احنا في خلال ساعه المفروض ان احنا نسمع الاغنيه، اللي حافظها او مش حافظها يحفظها، نتقسم كلنا في نفس الوقت، نعرف طبقاتنا، نعرف مين اللي هيظهر مين اللي ما يظهرش، فدي مسؤوليه احنا محتاجين كل ثانيه. البعض حب لون فريقه. أقول أحسن حاجة إن اللون ماشي مع القميص جدا. بحب اللون الزهري بس مش ولادي قوي. إيه ده؟ متحورة كسر. أنا عندي كسر في البراية. جينا عملت كسر. لكن البعض اتشائم من اللون. لون الفريق لونه أسود يا جماعة. أسود فال وحش قوي. فال وحش قوي. يعني بقوله وحش بس إن شاء الله ربنا يستر إن شاء الله. وأكيد الكل ادى اسم خاص لفريقه. هيا شباب هنسمي الجروب ايه؟ نسميه ايه يا رب؟ انا بقول يتسمى مودرن ستار. ريد لاين فريق الحياه في صوت الحياه. ريد لاين خط احمر. تمام ماشي اوكي كلنا مع بعض سبلاش. عدى وقت اللعب وابتدى الجد، كل فريق فتح الظرف بتاعه واكتشف اسم الاغنيه اللي لازم يتمرن عليها. كتر خير شيرين. في فرق فرحت من الأغنية واتفقلت بيها. قولي يا قولي شركه عمرو دياب من احلى اغاني طبعا محمد حماقي. لكن البعض ما كانش مبسوط ابدا والدنيا سودت قدامه. مشكلتي الوحيده فيها ان انا كلامها مش حافظه قوي، فبحاول احفظه وربنا يستر. يعني اتخضيت لاني انا مش حافظه. المشكلة ان هو انا اول مرة اغني عمرو دياب، يعني اول مرة امتحن بعمرو دياب. الفنان يغني اي حاجة. المهمة مش سهلة، ساعة واحدة علشان يتمرن كل فريق على اغنيته بعد ما يقسمها على كل افراد الفريق. انا مش حافظها خالص، احفظها ازاي في ساعة اصلا؟ كلام كتير انا مش عارف هل هحفظ قد ايه، حتى ايفن انا لو هغني 20 ثانية 30 ثانية المفروض ان انا احفظ الكلام دلوقتي. ساعة 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 بإذن الله ساعة. وابتدى العد العكسي وابتدت التمارين. في البداية الظاهر إنه الكل متحمس ومليان حيوية ونشاط، بس الفريق الأصفر شاف إن الأغنية صعبة قوي، وبالأخص محجوب اللي ما بيحبش يغني إلا اللون النوبي. يا حبيبي من يوم ما قابلتك وانت في كوم والدنيا في كل واحد عايز يختار الحتة السهلة، وهم بالنسبة لهم الموضوع سهل، لكن أنا بالنسبة لي الموضوع صعب جدا معقد، لأن اللون تاني أصلا غير اللي أنا إيه بغنيه. أنا راجل دانوبي فهنسمي الفرقة. أنا كده أنا اتظلمت، يا إما أسيب الورقة وهروح. لا 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 استنوا بس بالراحة. أنا حرام معلش مع احترامي يا جماعة مش لوني. أنت ممكن تقول تعدي في حتة أنا قلبي بيتكسر حتة في أول الورقة خالص، ابدأ أنت. أيوة تمام البداية تمام. محجوب مش لونه، هو نوبي، هو بيحاول يغني على قد ما يقدر، مش عارف برضو ان هو لونه نوبي، كل اغانيه نوبي. بتعدي في حته انا قلبي بيتكسر متحط، افضل في مكان ان شاء الله 6 الصبح بفكر فيه. اما سامح فمتضايق من الدوشه شويه. ما بعرفش احفظ في دوشه اصلا، بحفظ في هدوء والله. والفريق الاخضر فمشكلته من نوع تاني، مفيش اتفاق بين افراد الفريق، خاصه ان وائل متمسك برايه وعايز يفرضه على الكل. الوقت راح واحنا لسه ما شفناش التوناليتي. المشكله اللي هم مش عارفين يظبطوا الطبقه وانا سايبهم، يعني انا بقول لهم على توناليتي مظبوط. لو سمحتوا يا جماعه ممكن انا اتكلم برضه، انا معلش انا فاهم بفهم برضه في الموسيقى شويه، انا راجل درست موسيقى فانا فاهم بقول لكم ايه. ممكن نسيب الجيتار ونظبط الطبقه. ايوه انا بقول كده برضه.
والله انا لا انا بستخدم الجيتار عشان بس احاول احدد الطبقه اللي هغني منها يعني مش اكتر. في ناس مش يعني مش فاهمه شويه فبتقول ان هم ان ما ينفعش نستخدم جيتار وبتاع مش عارف ايه. في مناطق هتبقى واطيه جدا عليك او عاليه جدا عليك يعني. انت صح معايا يعني؟ صح انت صح معايا. انا مش مقتنع صراحه بالكلام اللي هو بيقوله يعني. ففي خلاف. بص يا جماعه انا تعبان جدا مش قادر والله يعني. على مهلنا على مهلنا. وده اللي خلى محمد يتنرفز ويفقد اعصابه. في الوقت ده الفريق الأصفر جرب يحل مشكلة علشان يواجه مشكلة أكبر. إزاي يقسم الأغنية؟ أنا أقول ده بقى ما يتوزع وإحنا كده خمسة. يا حبيبي ده بيتقال بتعدي في حتة. بلا أقول كل ده؟ لا ما هو مش هينفع لأنه هو لغته. ما هيقوله مرة هنقوله في التانية. ما بتقال مرتين تعبان. كل الناس اللي تقول أنا زوري وجعني أنا مش جاية معايا أنا مش معايا دي اتفرجت علينا. طب ما هو ماشي بس نعرف تكامل ايه ونعرف انا يا جماعه يا جماعه يا جماعه بعد اذنكم بعد اذنكم انا ماشي وهي. بس تعرف عليك انا وهي معانا ده انت ومعاك مين ماشي يا جماعه يا جماعه كده كل واحد عنده حاجه يعرف كل واحد معاه ايه بقى لو سمحت لو سمحت انا بقول كل واحد ياخد جزء عشان يبقى الموضوع اسهل نسهله على بعض كل واحد بيقول كل حاجه مفيش انسجام مش حاسس ان في انسجام اصلا بنص معلش كده نتكلم انا ممكن اقول حاجه وتسمعوني ما تحش اتكلم معلش انت بعد اذنك بعد اذنك يعني هتقول الحته اللي انت عرفتها وتدور عليها وانت بتقول انك انت تعبان من هنا فمش هتقدر تقول العالي طبعا خلاص ممكن تقول ايه تقابل نفسك قصادت فوت انت ممكن تبدا عشان انت بتقول انك انت مش يعني مش عايزين خناق فاهمني ممكن تقول ايه لا في بيننا العشره ولا معرفه وانت بتعيد نفس الكوبليه ونقفل كلنا مع بعض الحكايه مش محتاجه زعيق محتاجه تفاهم كنت أزم الكوبلهات وخايفة أقول حاجة غلط خايفة ما تعجبهمش وكله مش منسجم لأنه لما يقعد مع نفسه ويقرر الكوبليه هيحس بقيمته صحيح أنه آيات أصغر واحدة بين المشتركين لكن الظاهر أنه بنت الـ 15 سنة هي اللي قدرت تلاقي الحل المناسب وهو الفريق رجع يتمرن في الوقت القليل اللي فاضله من الساعة بتاعته وصل وقت الاختبار والكل أعصابه على نار والتشنج انتقل لكل اعضاء الفريق الاخضر ما الطبقه اللي كنا بنقول منها كانت كويسه يا جماعه انا بقول كده من الاول كويسه يا جماعه انا عايز اعرف هنقول ايه بالظبط ومين هيخش ايه بالظبط انا اتخنقت انا اتخنقت والله ما ينفعش كده بقى ما ينفعش كده ولا ما ينفعش خلاص جربنا يا هنا احنا المفروض عارفين هنقول ايه نخشين عارفين هنعمل ايه خلاص اوكي اتعصبت انا عشان بنتكلم كتير وما بنعملش حاجه فالوقت ضيق فلازم نفهم هنعمل ايه قبل ما نطلع على الستيج عشان لو واحد فينا وقع المجموعه كلها وقعت اللجنة وصلت ومش هتستنى حد دلوقتي كمجاميع لا مفيش فرصة انت بتتسابق دلوقتي دخلت السابق زي الخيل اللي هيجري ويوصل للآخر هو ده اللي هيكسب انا عايزة اديهم فرصة او نديهم كلنا فرصة لانه فعلا عامل الرهبة ده عامل العبرة انت واقف على المسرح هتقول ايه الناس معانا هتسمعك وقت ما انت غنيت بتاخد الدرجة مش وقت ما انت كنت جاهز قبل كده وجيت قدامي ما جاهزش دقت ساعة الخطر بالتوفيق عاوزين ستة الصبح دي أغنية فيها طاقة فيها وانسى النوبة دي دلوقتي خالص بتعدي في حتة أنا قلبي بيتكسر مت حتة فكر بيه لا في بينا العشره ولا معرفه وابصم بالعشره خلاص بالشفا انا من دلوقتي ورايح مهنون بيه ليه حبيبي من يوم ما قابلتك وانت في كوم والدنيا في كوم عمر اللي فات والماضي قبلك كان فاضي ومالوش ولا اي لزوم عملت لي ايه يوصلني للي انا فيه الله الله يجازيك بتعدي في حتة انا قلبي بيتأثر بيت حتة زيت مكاني ان شاء الله لستة الصبح بفكر فيك تقابلني في سكة قصاد تفوت وابقى انا على تكة مش مظبوط حد يقول لي اعمل ليه هتجني هاي ليه يا حبيبي مريم
عيوني يبكوا ليه عمر اللي فات والماضي قبلك جنبك ومالوش ولا يلزوم عملت لي ايه وصل لي اللي انا فيه الله الله يجازيك. رايك ايه يا سميرة؟ انا حاسس في الركوزات كلها مش مظبوطه. بعد ما استمعت اللجنه للاغنيه المشتركه اتشاوروا مع بعض وقرروا مين اللي عاوزينه يفضل ومين اللي عاوزينه يمشي ومين اللي عاوزين يدوله فرصه تانية. محجوب خد خطوه قدامي يا محجوب بعد اذنك، وسامح تعالى لي قدام من فضلك شويه، انا عايز اسمعك تاني النهارده عشان اقدر احكم عليك اكتر. قال لي كام كلمه يشبهن النسم في ليالي الصيف غاب عني بال. انا عايزه ادي فرصه تاني استاذ محبوب. انا من وجهه نظري انك انت مش معانا في الموضوع ده النهارده. عملت ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. ايه؟ الحمد لله. ايه؟ خسرت؟ الحمد لله على كل شيء. احنا كلنا تقريبا موافقين انك انتوا الاربعه تقعدوا. انتوا مبروك بس يعني مبروك عليكم، انتوا الاربعه ناجحين. تبقوا احسن من كده. مبروك. ضحكتي دلوقتي. مبروك يا حبيبي، الف مبروك. شكرا جدا. كلكم ناجحين وكلنا صوتنا من الفرحه ونطينا كده. انا طاير من الفرحه يعني، وان شاء الله كده اللي جاي احلى، وعملنا خطوه حلوه يعني. مبروك. وطبعا احساسي ما يتوصفش طبعا. لجنه فيها الفنان هاني شاكر والفنان حلمي بكر والفنان سامي سعيد، وبتقول عليك انك كويس. خلاص انت بقى كويس غصب عن اي حد يعني. كده نكون ودعنا اول مشترك في البرنامج، والرعب حل على مشتركين الفريق اللي بعده. بالتوفيق 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 بالتوفيق. مساء الخير. وين اللي كانوا عز الحبايب راحوا خانوا قلبي اللي دايب. وين اللي كانوا عز الحبايب راحوا خانوا قلبي اللي دايب. كانوا عيوني كانوا عيوني أربع عيوني كانوا عيوني صدقت ظنوني صدقت ظنوني دنيت عجايب منهم. يا ناري لاخد بطاري منهم يا ناري لاخد بطاري وبنكو عيوني لو شعري شايب عز الحبايب. وين اللي كانوا الروح بلسم لها المجروح السنوع قلبي كتير بسري انا يا بير بسري انا لا تبوح بسري انا لا تبوح. وين اللي كانوا الروح بلسم لها المجروح السنوع قلبي كتير داخل الهوى يا بير بسري انا لا تبوح بسري انا لا تبوح. عز الحبايب. محمد رومع ده صوته حلو قوي. بعد المشاورات اللجنة قررت مين حيكون في منطقة الخطر. ولاء تاخد خطوة قدام، وهبة خطوة قدام، ومحمد جمعة خطوة قدام. انتوا حاسين ان انتوا نجحتوا ولا سقطتوا؟
يعني انا حاسس ان انا نجحت ان شاء الله. حاسس انك ناجح ان شاء الله؟ احساسك مظبوط يا محمد، انتوا الثلاثه ناجحين. الف مبروك. اتفضل. من غير عياط. من غير عياط. انا فرحان جدا الحمد لله، مع اني والله كنت تعبان جدا بقالي كتير ما بنامش وكنت متوتر، بس الحمد لله نجحت يعني. الحمد لله مبسوطه والله، اي فرحانه يعني جدا الحمد لله. طب استنوا اصحابكم بقى اللي كانوا معاكم في المجموعه، هما مين ومين؟ عندنا وليد ووائل. بقى عايز اديكم فرصه تانية بعد اذن الاساتذه، هتسمعوني حاجه تانية، لان انا اللي سمعته في وسط المجموعه وفي وسط الغنى مع الاورج بصراحه ما بسطنيش. سمعوني كده عشان نقدر نحكم. مين هيبتدي الاول؟ عشان بحبك انا حرمت عيني النوم. انت برضه لسه صوتك مهزوز يا وائل. اه جدا صوتك مهزوز يا وائل. ان شاء الله المره الجايه يبقى ليك معانا حظ. نسمع وليد. سمعني يا وليد برضه حاجه كده. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي، لو جرى عليا هوا. ثانية يا وليد. انا اسف برضو، لا يعني النوت خارجه واللحن مختلف خالص عن اللحن اللي بيغنيه عبد الوهاب الله يرحمه. عموما ان شاء الله يبقى لكم فرصه ثانيه معانا. شرفتونا واسعدتونا بوجودكم معانا، متشكرين قوي قوي. شكرا. اتفضل. ايه سنه جايه نشوفك والله العظيم. يعني ادوني فرصه ثانيه بس انا كان غلط من عندي. الحمد لله طبعا. الحمد لله الحمد لله. طب هايد لك يا جماعه. بقول لك لو علقنا اكتر من كده هيبقى لا دي ولا دي هتقول. عودة للاختبارات قدام اللجنة، ودلوقتي وقت الفريق البرتقاني اللي كانت مشكلته في طبقات الصوت. كل واحد عايز الطبقة اللي تناسب صوته. عايز اقول عالي اعلى من كده، مكتوم في الدرجة الواطية بتكتم قوي، يعني بحس ان انا مش بطلع كل اللي عندي، فانا عايز اقول اعلى من كده يعني. انا بقول لك لو علقنا اكتر من كده هيبقى لا دي ولا دي هتقول. يعني دي احنا ادينا لها السينيو اللي هو الواطي الكوبليه ولا ايه الواطي، فما ينفعش نعليه اكتر من كده. ما انا مش فاهم ومش عايزين ياخدوا رايي ليه. هما يمكن يكون درجتهم كده، بس انا عايز ماشي، ما انا اقول معاهم مفيش مشكله عشان نبقى جروب واحد، بس انا بقول لهم انا مش مرتاح في كده. ممكن البنات مش قادره تقول عالي، ممكن نعمل لها درجه واطيه بعد كده احنا نقول العالي شباب يعني. وهو ليه؟ اكيد عايز اعلى. يبقى نعلى يقول للرجاله الشباب مثلا تقول سوا، بعد كده ممكن البنات تقول. طب ليه 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 ما نكون احنا كلنا منسجمين، كلنا مبسوطين، كلنا مستريحين. بيطلع بيبقى موضوع فيه، يبقى لايك كارنفال على الستيج. تحت قدام اللجنه هقول لهم انا عايز اقول عالي، يعني ممكن يعلي لي التوناليتي بتاع الاورج، ممكن يقولوا وانا عايز اعلي التوناليتي بتاع الاورج. احمد برضو عايز يخلي الطبقه مناسبه جدا 100% ليه. ده مش فارق، لسه ما اخترناش طبقه، لسه ما قسمناش الاغنيه، لسه ما عرفناش مين هيقول ايه. فانا مش في حمل اللي هو لا لسه نستنى نسمع الاغنيه، مش في حمل تضييع وقت، احنا محتاجين كل ثانيه. لانه احنا خلاص فاضل دقايق وهنخش على لجنه التحكيم. الحل انهم دخلوا الاختبار من غير تمرين بعد ما قسموا الاغنيه على بعضهم في الدقايق الاخيره اللي فاضله لهم. اسمها ايه؟ فرقه الحياه. فرقه الحياه. اه انتوا فاكرين يعني عشان اسمكم على اسم القناه فهننجحكم؟ او تبقوا غلطانين، بس برضو بيديكوا شويه بلس يعني في البرنامج. اتفضلوا يا كسبانين، قصدي يا فرقه، فرقه الحياه. ادعوا لنا ان شاء الله. يلا هيغنوا اغنيه نانسي عجرم احساس جديد. يا ترى احساس جديد الخساره ولا هيكملوا نفس الاحساس بتاع الفوز؟ احساس جديد قلبك بيزيد، بحسه كلمه تطلع فيه انك عطول في مجنون كتير
بتشتاقني وبتموت علي. انا ما بديت اللي كلام بيدوب قلبي حنين وغرام. انا ما بديت اللي كلام بيدوب قلبي حنين وغرام. بكفيني اللي بحبك هيدي الكلمة بتقتلني. اللجنة تشاورت وجي وقت النتيجة. محمود علي، أحمد سعيد خطوا قدام. انتوا خدتوا كل الفرص، مالكمش أي حجة في أي حاجة، عشان كده وقت ما نحتاجكم هنقول لكم تعالى، وقريب هنحتاج لكم. اتفضل. كان نفسي أكمل بس بإذن الله فرصة ثانية، استنوني إن شاء الله بإذن الله. تعالوا خطوة قدام. مبروك يا أولاد، نجح. مبروك. سمع صوت ضحك. مبروك. خلصت ونتقابل؟ الحمد لله تمام، لجنتك كويسه جدا جدا جدا. الفريق الأحمر كان عنده مشكلتين، ما كانوش قادرين يتفقوا لا على تقسيم الأغنية ولا على طبقة الصوت. زي الفكرة إن البنات هيغنوها بالطبقة شيرين، بس الولاد مش عارفين يغنوها، يا إما هيغنوها واطية يا إما هيغنوها عالية، وإحنا مش هنعرف نوصل لها. إحنا مش دارسين يا فندم، عشان أنا آخد مساحة صوت، هي ليها مساحة وهي ليها مساحة وأنا ليها مساحة، مش عارفين نوصل لحل، لأن في يعني هنحاول نثبت من ناحية الناس تانية تتظلم، الولاد تتظلم، نثبت الولاد، نسبه طبقه الولد، تلاقي طبقه البنات حصل برضه جنى على البنات. يعني يجي علي وعدي قوي صوفي معايا كمان، هخلي خف من خياله لما اغيب يوم عن عينيك. احنا دلوقتي واقعين في مشكله كبيره قوي، الاغنيه تيجي تظبطيها من هنا تبوظ من هنا، تظبطيها من هنا تبوظ من هنا. وبعد اخذ ورد الحل جه، إنما متأخر شوية علشان وقت التمرين خلص. أنا مش مبينة له أنا ناوية له على إيه، سكتة ومستحلفة له ومش قايلة له سكتة ليه، خلي شوف بعنيه إيه اللي ناوية عليه، أخلي خاف من خياله لما غيب عني وما عينيك. كتر خير ان قابلته واستحملته يا قلبي زمان، يجي عليا وعديها ويسوق فيها معايا كمان، من كتر عمايله بقوله بقينا انا وانت بقينا خلاص للناس سيرة على كل لسان. كتر خير ان قابلته واستحملته يا قلبي زمان، يجي عليا وعديها ويسوق فيها مرة كمان، من كتر عمايله بقوله كفاية أنا وإنت بقينا خلاص للناس سيرة على كل لسان. أنا مش مبينة له أنا ناوية له على إيه، ساكتة ومستحلفة له مش قايلة له ساكتة ليه، خليه يشوف بعنيه اللي ناوي عليه. انا مش مبينه له انا ناويه له على ايه، سكته ومستحلفه له مش قايله له سكته ليه، خليه يشوف بعني ايه اللي ناوي عليه، اخلي خف من خياله لما غيب يوم عن عيني. سارة المنذر تفضلي، سمعيني صوتك تاني.
نودع زمان ونروح لزمان ينسانا على ارض النسيان. تفضل تفضل ياسر قدام برضه سمعني صوتك لوحدك يا ياسر. يا امي تجيني انا زاد شوقي وحنيني لو بس مره اشوفك ابوس بروحي كفوفك. رايي الخامس انا رايي بس هو ده اللي انا رايي. ورايك ايه اكس؟ طيب حضرتك متشرفتش معانا النهارده وهنحتاجك في وقت اخر. المشتركين عندهم احباط لان في ناس كتيره جدا بتخسر. ايه خسرت؟ زعلان من نفسي عشان ما غنيتش كويس بس جوه دلوقتي تاني فرصه اغني تاني. الرهبه والخوف النفس مفيش. احنا عايزين نقول بس خافي لا تزعلوا يعني واحنا مش عايزين نزعلكم. ردوا اه ولا لا. احنا لينا الشرف ان احنا وقفنا قدام حضراتكم اول حاجه واحنا لينا الشرف انكم نجحتوا كلكم. يلا مع السلامه. يلا ايه ايه الحمد لله يعني الحمد لله انهم ادوني فرصه ثانيه لان انا ما عملتش اي حاجه في اول واحده. ما عملتش اي حاجه ما غنيتش اي حاجه فالحمد لله ان انا I took another chance وعملت حاجه ظبطت يعني اخيرا. خلاص صعب قوي و... وربنا كرمني الحمد لله رب العالمين. مبروك يا ساره مبروك. مبسوطه جدا 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 وقلبي كان بيدق وكنت خايفه قوي قبل ما النتيجه تطلع. الاجتهاد والعمل الجدي هو اللي خلى الفريق الكحلي يقسم اغنيته ويحفظها ويتمرن عليها من غير ما حد لا يحس ولا يسمع لهم حس. يلا يا جماعه دوركم وصل بالتوفيق. بالتوفيق. يلا يا جماعه يلا شاهلوا لجنه وراها حفلات وراهم شغل وراهم مش فاهم انا دي كل واحد ماشي على طراطيف صوابعه. يضحك زماني ليا والشوق يبان في عنايا وانسى القهر في ليالي قضيتها ادور عليك ويا حبيبي تعالى تعالى مشتاقلك تعالى تعالى لو تيجي حي طول عمري عمري انا مستنيا يا حبيبي تعالى تعالى مشتاقلك تعالى تعالى لو تغيب عني طول عمري عمري انا مستنيا. يلا ترجع ايامنا تعداني يلا اوام. طبعا تعال يا عم احمد هنا. ازاي هتغني في حفله وانت بتبلع ريقه وبتنده في البيت تقول لهم ابعتوا لي كوبايه ميه او لا مش ممكن. اتفضل خطوه ورا خالص. يا سميه خطوه للخلف. اذن هو والبنت مع السلامه. اه بالظبط كده. انتوا اتفضلوا مع السلامه. معلش فرصه ثانيه تبقى اجمل ان شاء الله. فضل. ان شاء الله. انتوا ثلاثه مبروك. اتفضل. مبروك يا جدعان ما حدش بارك لنا يعني. اكيد فرحان طبعا اللي بيفوز شيء طبيعي ابقى فرحان بس ان شاء الله يعني هو الواحد لسه الاصعب جاي فترقب اللي جاي. الوقت بيعدي ودلوقتي وقت الفريق الاخضر الفستقي لكن مشيره متوتره وكل افراد الفريق بيحاول يهديها. جربي افتحي صوتك. كلهم مستوى عالي هو ده اللي مخوفني اكتر.
ده اللي مخليني واخدة موضوع على عصبيتي شوية. بناديك تعالى بناديك تعالى يا حلا والعمر بيه مغيرني بقال ليه شوفني اسألني بحب جديد مغيرني ومن بالوقت نادري قرب لي بناديك تعالى بناديك تعالى يا حلا والعمر بيه مشيرة تعالي اطلعي قدام انت طبعا النهاردة كنت مهزوزة خالص وخايفة خالص وناسية خالص بالرغم ان انا سمعتك قبل كده ما كنتيش كده خالص في معاكي شباب متقدمين عندهم يمكن خبرة اكتر عندهم ثقة في نفسهم اكتر ده مش معناه انك انت وحشة ان شاء الله يبقى لك فرصة تانية قريب جدا معانا باذن الله أنا الأربعة شايفاهم كويسين الحياة حلوة بس ألف مبروك شكرا مبروك يا شوية كنت خايفة قوي فهو ده اللي خلاني أول ما يعني ما عرفت إني كسبت عيطت هي عليها خطر طبعا طب مالك متبلد ودلوقتي جه وقت الفريق الازرق اللي واجه صعوبة لأنه الشباب مش عارفين يتفقوا مع إسراء لو أنا غنيت مريحني مش هيبقى مريحهم هما ولو هما مرتاحين مش هيبقى مريحني فدي ممكن هي دي الحاجة الوحيدة اللي احنا واقفين فيها في المشكلة دي فدلوقتي احنا بنحاول ان احنا نظبط التون على مين؟ على إسراء وانا قلبي حياته وروحه فيه مش حابب ان حد فينا يقع حابب ان كلنا نطلع مع بعض لأن احنا كنا جروب واحد جينا مع بعض ونفسي نرجع مع بعض كلنا مبسوطين يعني والوقت خلص والتمرين ما خلصش وهو الفريق مش متحضر كفاية وبيحاول يتمرن للدقيقة الأخيرة كنت بخاف عليه شفتك معرفش جرالي ايه حبيت وخلاص ما حسبتهاش ولا قولي كان حلم ده ولا كان خيال لا ارتحت ولا بيرتاح لي وبالرغم من قلة التحضير غنى الفريق أمام اللجنة من غير أغلاط ملحوظة إسراء خطوة الأمام أنت كنت مستعدية النهاردة؟ يعني كنت متوترة شوية لا إشمعنى أول يوم اخترناك ما كنتش مضطربة لا بالعكس كنت مضطربة جدا ليه ما كنتش في حالتك الطبيعية؟ عشان الأغنية ما كنتش حساها بصراحة يعني طيب أنت عندك فرصة دلوقتي تختاري أغنية زي ما أنت عايزة سلطاني براحتك كده عندك 30 ثانية غنينا فيهم واثبتي انك انت كويسة اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك اكدب عليك خطوة الخلف مين فيكم النهاردة ما كانش ولا بد انت
يعني كنت حاسس ان انت تعبان ورغم كده نجحت. عندك فرصه انك تطلع وتنضم للفائزين كلكم ان شاء الله كده للخلف دور. مع السلامه ناجحين. مبروك يا جدعان، الخمسه كسبوا كلنا مع بعض. شعور مش قادر اوصفه، بالذات لما ياسين بقى معانا بجد مش قادر استوعب. بصراحه احنا كنا متعاونين جدا، وكنا يعني بصراحه بنخاف على بعض، يعني قد ما بكل واحد بيخاف على نفسه كلنا كنا بنخاف على بعض وعلى الجروب بتاعنا ان هو يكون ناجح. كنت هزعل لو حد خسر، بس الحمد لله يعني كلنا كسبنا. سوسكا اشتركت عن فئه الراب، وده اللي خلاها تواجه صعوبه في اداء الاغنيه، وخلى الفريق الاسود مش عارف يعمل معاها ايه. المفروض دلوقتي عشان اغني معاهم في الديو دوت لازم اغني معاهم راب، لان انا ده لوني. انا بس عايزه الكورس. الكورس فين؟ انا بس ما انا هقول لك بعد حس بيا ظروف في حالي. دي اغنيه حب، لازم ارد انا كلام رومانسي. السوسكا اللي معانا بسم الله ما شاء الله في الراب يعني فظيعه. مش عارفه لجنه الحكم هتقول ايه يعني. يلا يلا سيدي وصالك، سيدي وصالك، سيدي وصالك، سيدي وصالك، زاد عليا حنيني. ايوه هجاوب انا عليك لاني بحب ركوبه موتريك، نفسي مره حبيبي اشوف فرحتك ضحكت عينيك، كلامك نظراتك ليا من واحنا صغيرين، قلبي لك عمال بيدق. ايوه بحبك من سنين، من ايام لعب المدرسه والمريله والديفرتين، لما تبعد عني في يوم قلبي لك مليان حنين. محمد صفا اتفضل. قدام احنا مع الاسف انت مش هتبقى معانا في المسابقه، فرصه تانية ان شاء الله. سبع ولا ضبع؟ قطه. قطه ديزرت؟ لا. سوسكا انت في منطقتك كويسة، لكن احنا مش عارفين نديلك اي درجة، لا انا ولا الاستاذ هاني ولا الاستاذ حلمي، لانك انت في سكة تانية في مكان تاني. بس مبسوطين بكلامك، كلامك حلو قوي، مؤلفة جامدة جدا، وان شاء الله انا ان شاء الله بالتوفيق انك انت هتبقي كويسة ان شاء الله. انما فيما عدا الثلاثة الباقيين انتوا توفقتوا خلاص، والف مبروك. ايه؟ طب مالك في ايه؟ مفيش. ايه ده ايه ده ايه ده؟ والله انا كنت اتمنى ناس من اللي معايا ينجحوا، بس خير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، انا عملت اللي عليا واتمنى المرحله الجايه ان شاء الله ان انا اكون موجوده. انا ما توفقتش، بس الحمد لله الحمد لله انا خدت شهاده من الثلاث نجوم ان انا حد قوي جدا في الراب، بس انا ماليش مكان في الراب وسط النجوم الكبار اللي الناس صوتها جامد جدا. عشان يحبوك انت جميله قوي، وانا عايزاكي تاخدي صوت الحياه. بتعيطي ليه؟ مش عارفه، لازم احبهم من الفريق البنفسجي مشكلته فريده، نيره مرهقه جدا ومش قادره تتعامل مع بقيه الفريق ولا تنسجم معاهم. مش عارفه هي عليها خطر طبعا، بس احنا هنساعدها ومعاها، يعني احنا في تيم واحد فمفيش الكلام ده. ضحكت يعني قلبها مال وخلاص، الفرق ما بيننا شال. يلا يا قلبي روح لها، يلا قول لها كل اللي بيتقال. وسام وشادي ومحمد كامل ممكن خطوة قدام. عايز اقول لكم اسعدتونا بمشاركتكم معانا، لكن للاسف الشديد انتم مالكمش حظ معانا المره دي، ان شاء الله يكون حظوظ مره ثانيه. بجد سعداء بيكم، وان شاء الله المره الجايه تبقوا احسن واحسن واحسن. توفيق باذن الله المرات اللي جايه. اتفضلوا. شكرا. شكرا. نيرة؟ عايز المرة دي نسمعك تقولي على مستوى نيرة، إيه رأيك؟ اوكي سمعيني. واللي جرى
من مراسيلك علي جاره بس اما تيجي وانا احكي لك علي جاره. نيرة معلش هارد لك، كان نفسنا تبقي معانا، خدتي فرصة واثنين وثلاثة خطوة ورا. اتفضل قدام رامي. اتفضل. مبروك نجحت معانا ومبروك يا رامي. مبروك. اتفضل. فضلت انا لوحدي حاسس ان الاربعة مشيوا، طبعا ضغط نفسي رهيب، واقف برتجف قدام اللجنة، بس الحمد لله وفقت وقلت حاجة قالوا لي تمام انت نجحتي. مين قال ان الانسجام مش معقول كان غلطان؟ اهو الفريق الزهري عال العال، خمس بنات حلوين ومتفقين مع بعض جدا، طبقة اصواتنا قريبة من بعض، فمفيش عندنا مشاكل كتير، يعني مفيش حد بينفسن على حد، وحد بيتخانق عشان ياخد كوبليت تاني، وحد يقول لا انا صوتي احلى ومن كتر الانسجام خلصوا تمرينهم قبل الاوان. لو تعرفوا لو يوم يقابلكوا اسألوا ليه الأيام ياخدوا، لو تعرفوا لو يوم شفتوا كلموا ليه الأيام ياخدوا، وفكروا فاتني وفاستنى، وكمان بقى عرفوا من فات حبيبه تا، وبقوا اسألوا ازاي وازاي حاله، في باله او مش في باله، منساش هوانا وامانا كل اللي اتقال قلوه، فكروا فاتني وبستنى، وكمان بعرفوا من فات حبيبه تا. جيهان مذكور فتالي، انت مبروك، انت معانا، اتفضلي برا. نجحتي، الف مبروك يا جيهان. مبروده. منى مراد اتفضلي. اللجنه عايزاكي تغني، كلنا عايزين تغني تاني. عشان بحبك انا حرمت عيني النوم، واما مليت الفضاء بشكوتي. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. ده مكان نورهان حسن. بصي انا اديتك صوتي انا ومدام سميره عشان عندنا ثقه فيكي بعد اذن استاذ حلمي، وهو نفسه هيبقى اول واحد فرحان لما يحس ان انت بتغني من اول كلمه لاخر كلمه والتوناليتي بتاعتك مظبوطه. اوكي مبروك نجحتي. اتفضلي. مبروك. الباقي مع الاسف مفيش اي حد فيكم نجح. مروه ليه مفيش نصيب؟ الحمد لله مش عارفه، بس عادي يعني. اسمك حياة بنت فرحي زقطتي. انا نجحت بس انا زعلانه عشان مروه. انا مش زعلانه، انا فرحانه عشان اصحابي نجحوا. نفسي اقعد مع اخواتي، انا مش هقول بقى اصحابي، لان فعلا اول جروب ده انا اعتبرته اخواتي. والفريق الفوشيا برضو ما كانش عنده أي مشكلة، حسام استلم زمام الأمور وقاد فريقه بجدية واحتراف. أول حاجة كله كان قاعد محتار جدا مين هيغني إيه ومين هيغني إيه، بس أنا قعدت معهم قلت لهم بالراحة خالص اللي هو كويس في منطقة معينة هو اللي هياخد المنطقة دي. في تناسق ما بيننا ومفيش أي حدثيات. فكرت لما جت عيني في عينه. والاختبار قدام اللجنة عدى مبدئياً على خير. وعد كان بيني وبينه زمان خدناه، وافتكرت مسكته في ايدي وايدي خلاص.
سيمان. أنا مش مقول هنكسر كلام. منار الأمين فدلي. بهاء أيوب. أيوب فدل. أشرف وليد فدل. خالد حماد فدل. حسام حسني، أنت بقى الوحيد اللي عايز أسألك سؤال. أنا قلت لك ملاحظة صح آخر مرة؟ تلات إيه؟ أضحك وأفتح بوقي وأنا بغني ومخارج الحروف علشان الكلام يبان. عشان الكلام يبان. طب أنت ما عملتش كده صح؟ لا، أنا قعدت أتمرن عليها كتير جدا في الأوتيل عندنا، قعدت أتمرن كتير جدا عليها عشان أنا عارف إن ده غلط. يعني أنا حاسس إن الكلام كأنك قافل بقك وبتغني. فهنديك فرصة تقول حاجة، بس حاول على قد ما تقدر تنقذ نفسك. أنتوا الأربعة أنتوا ناجحين تمام؟ كنت مرعوبة بس الحمد لله. الحمد لله بالإحساس مش قادر أوصفه، بس الحمد لله. أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا أبدا. أستاذ حسين، أنت عايز أن تغني كويس؟ لا، أنا من ضمن درجات النجاح أنك تحس أن أنت كويس أو مش كويس. إيه رأيك؟ لا أنا خايف، أنا مرعوب. أنا شايف أنه مفيش فرق عن ما غنى أول مرة، مفيش تحسن فعلا يعني. مفيش. وقال لي قالته مدام سميرة ليه فتحت البق وبتاع كده، يعني الحاجات ديت. فهو إن شاء الله يبقى معانا مرة ثانية بإذن الله. أنت على أمل المرة الجاية أو الدورة الجاية تكون معانا، بس تكون أنت نفذت اللي اتقال لك وتدربت كويس. إن شاء الله يا حسام، بإذن الله يا حبيبي. أنت اتفضل المرة دي معانا. ميرسي أوي. ان شاء الله كل اصحابي اللي نجحوا ربنا معاهم، وعايزيني في اي وقت انا تحت امرهم. قضيت وقت معاهم جميل جدا، واكتر حاجه عجباني ان انا اتعرفت على ناس جديده فعلا. اتعرفت على ناس يعني اعز. احنا اللي مبسوطين ان احنا اتعرفنا عليك. اعز ناس بالنسبه لي. والله يا ابني احنا اللي شرفنا بيك. وربنا والله احنا اللي شرفنا بيك. اول يوم من ورشه العمل في معسكر صوت الحياه خلص، ومعاه خلصت حكايه تجربه فريده ل 19 مشترك. تسعتاشر مشترك مشوا وعينيهم مدمعة وفي قلوبهم غصة، لكن الأمل عندهم لازم يبقى كبير بتجارب تانية وأنجح في الحياة. أصحابهم اللي مشوا ما خلتش فرحة المشتركين اللي كسبوا تكمل. أكتر حاجة مضايقني في اتنين زمايلي خسروا، بجد والله متضايقة قوي. يعني كان نفسي إن هما كمان يكسبوا ويفضلوا معانا. يا عم مش اخر الدنيا. نفسي اقعد واكمل كده ونبقى ألفة كده واخوات واصحاب وكل حاجه مع بعض. يعني حياتي عندك انا بشوف دمعه من عينيكي. ممكن حزنهم على الفراق كبير، لكن قلقهم من بكره وتجاربه اكبر بكتير. من ال 36 مشترك اللي فاضلين بكره 18 حيمشوا، و 18 بس هيفضلوا معانا لنهائيات صوت الحياه.